بدأ مجلس شورى النواب عام 1866 بتمثيل العمد والأعيان فقط، وكان تنظيمه الداخلي يتكون من 5 أقلام أي لجان. نجد الآن أن مجلس النواب يضم ممثلين عن 19 حزبا سياسيا إلى جانب أعضائه المستقلين، ويتكون تنظيمه الداخلي من 25 لجنة، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته الحياة النيابية في مصر، بالإضافة إلى حجم المسؤوليات الملقاة على مجلس النواب الموقر. السيدات والسادة، لقد سطرت مصر في العام الماضي مرحلة جديدة هامة في حياتها النيابية بانتخاب البرلمان الأوسع تمثيلا في تاريخها، سواء عدد أو من حيث تمثيل مختلف فئات الشعب وأطيافه، إذ وصلت نسبة تمثيل الشباب في مجلس النواب الحالي إلى ما يزيد عن 40%، كما يتم تمثيل المرأة ب90 نائبة، فضلا عن تمثيل المصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر. ويأتي ذلك كله بهدف ضمان مشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع المصري في عملية صنع القرار، تحقيقا لتطلعاتهم نحو ترسيخ مرحلة جديدة في الحياة السياسية المصرية. السيدات والسادة، لقد شرع مجلس النواب في ممارسة مهامه مع بداية العام الجاري في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وكان على المجلس مهام جسام حدد الدستور لبعضها آجالا زمنية لإنجازها نتيجة لظروف الخاصة الناجمة عن المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 30 يونيو. وقد تمكن البرلمان المصري الجديد من استكمال هذه المهام التشريعية بنجاح وفي مواعيدها المحددة، فضلا عن مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الحاكمة والضرورية لإعادة دفع عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة. وتزامنا مع احتفالنا اليوم، بدأ منذ أيام قليلة الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الموقر، ومع إدراكي بأن المهام الملقاة على عاتقه ستكون جسيمة، إلا أنني على ثقة كاملة في أن أعضاء المجلس قادرون على اتخاذ القرارات الصعبة التي